كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمد الله عز وجل من أشرف الذكر، ولهذا جعل الله عز وجل أول آية في كتاب رحمته الحمد لله رب العالمين، وجعل الله عز وجل حمده آخر دعاء لأهل جنته، قال ربنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وما بينهما افتتحت خمس صور في القرآن بحمده جل وعلا، فقال الله عز وجل عنهم هنا أنهم يقولون وقالوا الحمد لله الذي هدانا، هدانا لهذا العمل الصالح حتى ندخل به بعد رحمة الله الجنة، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فكل من يدخل الجنة إنما يدخلها بتوفيق من الله ورحمة وهداية منه. وفي الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. والمؤمنون كانوا وما زالوا يتلون كتاب الله، وفي فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم، فقال الله عز وجل عنهم هنا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.